قرن منه اخوتي المغاربه. يلا السيده مسكينه من مع 80 سلطات لي فلوس كريوه، يا ربي ما يجينيش عاوتاني فلوس كريوه مع الحولي. الدواء هو شريته والحولي اخوتي على حسابكم. عرفتي الحولي هذا العام قال لك اللي رخيص اللي رخيص سيدي 90,000، وانا ما هوش على اللحم كي غديروا لي اخوتي. واما لي الفيرمات كتمشي بدمها وحساب كلشي، بقيت مخبيها عام واربع شهور حتى ولاو تيقولوا الضاويه كتنصب. وهذوك اللي عارفني ما عنديش ديالنا ما عقلوش عليا، وهو اللي عاد جا عقل عليا، هو حس بيا ما عنديش، وهذوك ما حسوش بيا. ديالنا اللي كيعرفوني كبروا معايا. موت يا الضاويه، تيسحبوا الضاويه كتهضر جوج عروق صناعيين في البلاصه يسكتوا، راه ماشي ديالنا راه ديال فرنسا، كون عا كانوا ديال المغرب. دابا علاش دات معنا فرنسا للحرب؟ راه غيفنوني انا الاولى. التيليكوموند عندهم راه عروقهم هادو. البوطه والحولي قد قد انا ما عنديش البوطه كبيره، عندي صغيره. وفين هو الحولي؟ ما عنديش اوليدي حتى قرن منه. اخوتي المغاربه يلا السيده مسكينه من مع 80 سلطه طيب لسكريوه، يا ربي ما يجينيش عاوتاني فلوس كره مع الحولي. الدواء هو شريته والحولي اخوتي على حسابكم. شحال ما كان عرفتي الحولي هذا العام قال لك اللي رخيص اللي رخيص سيدي 90,000. 90,000 اخوتي راه تخدم ليا تبقى ليا حتى العام الجاي. كل نهار نجبد 500 دريال ولا 400 دريال حتى العام الجاي 90,000، وانا ما هوش على اللحم كي غديروا لي اخوتي. واما لي الفيرمات ها اللي كتبغيو مهمتهم الضاويه، ها اللي كيبغيو مهمتهم الضاويه فرحها. انا راه بحال الدري الصغير، فرحوني بكري فرحوني بكري، تبقى اربع ايام خمس ايام، ماشي بحال هذا العام تبقى نهار. خرجتها مني ختنا، تبقى نهار تخرجتها مني ختنا، ما عنديش باش شريتها البصله، مشيت تهزيتها على كريدي. تيقول لي الضاويه شريتي؟ تنقول لهم شريتها، تقول لي راه غنشري لك. ونهار الاخر جاب الله الويستر ما تسدش. لا غدا مشيت شريت بالزربه، شريتها حوليه زوينه بالحق وجيت. وتا هذا العام ما تخليونيش اخوتي، انا عاودت لكم الظروف دابا ديالي هي كلشي غير ما هو الصحافه. راه مبرصتني هذوك الناس، انا شاده طريق الله، مشيت لواحد الدار اللي بغيت انا واللي عجبتني انا، وهذيك السيده اللي هي مسكينه مولات الفلوس اللي معنيه بالامر عجبتها، قالت لي صافي هذه هي الدويره اللي بغيت لك. وانا بغيت ليها سيدي ربي يعطيها جنة النعيم، وهذيك اللي شرات لي الدواء واللي واقفين معايا واللي تيكبسوا لي لي زامي ديالي كاملين. وكنشكر خويا كمال وبنتي خوله اللي جاوا تصنتوا لمهمتهم الضاويه، حيت انا هما اللي متبعين معايا من الاول. انايا ما كنبغيش ندير دوك الشوهات، اما كون راه جبتك اخويا كمال باقا كتمشي بدمها وحساب كلشي، بقيت مخبيها عام واربع شهور حتى ولاو تيقولوا الضاويه كتنصب. عاد باش قلت لك اجي وريني كرشك، عاد وريت عليهم عاد شافوا كرشي وعاد شافوا صباعي. علاش ما تيقوش اخوتي؟ انا تلوحت في السبيطارات ورجعت للور، وكنت كاريه دار وليت كاريه بيت، واني دابا الحمد لله انا لقيت احسن من ديك الدار احسن من ديك البيت كاع. ودابا شكرا بنتي خوله، وشكرا ولدي كمال، وكنشكركم بزاف ومرحبا بكم مع امكم الضاويه. بعدا كنشكر هذا القايد مسكين بعدا عطاني عطاني ذاك ديال رمضان. تنشكر بعدا هذا القايد الجديد راه هو باشا الله يرحم ليه الوالدين، هذاك دار معايا زوين تسمو ولدي رمضان اللي فات، عطاه لي السيمانه اللي فاتت وكتب لي برا مسكين للرازي، حيت انايا عندي الوراق للرازي وما مشيتش ليه ليرجونس من بنو سينا وما هبطتش ليهم، ما عنديش باش نمشي. كتب لي بان كنشكل خطر على الساكنه، تيطبع هو بيدو باش يمشيو يستقبلوني، باقا ما مشيتش عندهم. المهم هذا السيد كنشكرو، بعدا جاب لي كما هذاك بلا ما نقولو عطا ديالي ما عرفت لي من، والقايد دار معايا مزيان، وانا كنشكرو بزاف 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 من هذا المنبر. وهذوك اللي عارفني ما عنديش ديالنا ما عقلوش عليا، وهو اللي عاد جا عقل عليا، هو حس بيا ما عنديش، وهذوك ما حسوش بيا. ديالنا اللي كيعرفوني كبروا معايا، والله خويا كمال ما حس بيا شي واحد. موت يا الضاويه، تيسحبوا الضاويه كتهضر جوج عروق صناعيين في البلاصه يسكتوا، راه ماشي ديالنا راه ديال فرنسا، كون عا كانوا ديال المغرب. دابا علاش دات معنا فرنسا للحرب؟ راه غيفنوني انا الاولى. التيليكوموند عندهم راه عروقهم هادو، هادي راه والله العظيم ديروها في راسكم هادي. راه كنتخايلها انا داك الشيء اش كيصيفطوني للرازي، كنقول شي نهار نوض شي حرب يسكتوني انا الاولى، يطفيو لي العروق. وشكرا شكرا للاطباء ديالي اللي داروا لي العمليه وانا يبعدوا من هاد الناس، رانا عايشه بخير على خير. تنشكركم ابنتي يا وليدي ومرحبا بكم في اي وقت.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.